تحية طيبة لكل مشاهدينا عبر شاشة قناة أوغريت ومستمعينا عبر أثير أمواج اف ام بحلقة جديدة من برنامج بخدمتكم الذي يهتم بقضاياكم ويسعى لحلها مع المعنيين. سنتوقف في حلقة اليوم مع جملة من القضايا والموضوعات المتعلقة بواقع عمل اتحاد العمال باللاذقية ودوره في متابعة الشؤون العملي والعمال أيضا، وما تحققه المؤتمرات العمالية السنوية من نتائج فاعلة تصب في خدمة العمل والعمال وتساهم في معالجة قضاياهم ومشكلاتهم وتحقق مطالبهم. للحديث أكثر عن هذه التفاصيل وعن المؤتمرات النقابية العمالية والطروحات والمطالب ودور اتحاد العمال في المتابعة وتحقيق المكاسب العمالية، يسرنا أن نرحب بضيفنا بالاستوديو الأستاذ محمود أيوب نائب رئيس اتحاد عمال محافظة اللاذقية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباحك أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. أكيد مشاهدينا ومستمعينا للتذكير بإمكانية التواصل على الرقم المباشر 229-200 في حال وجود أي استفسار حول موضوع حلقتنا لليوم. راح أرجع أكرر الرقم 229-200. بدي أرجع أرحب فيكم من جديد أستاذي الكريم، لكم يعطيكم العافية وأهلا وسهلا. أهلا أستاذ. أستاذ خلينا نبدأ بداية اليوم من المؤتمرات العمالية السنوية اللي هي منارة الضوء اللي عم تلقي فعلا الضوء على كل مطالب العمال. نحكي عن هيدي المؤتمرات، أهميتها وما تقدمه من مطالب هؤلاء العمال. بداية يسعد أوقاتك وأوقات جميع الأخوة المشاهدين والمستمعين. أهلا وسهلا. ليلة البارحة انتهينا من عقد آخر مؤتمر نقابات عمال في اللاذقية. نعم. طبعا هي المؤتمرات اجت بعد ما عقدنا هيئات اللجان النقابية في الشهر التشرين. الهيئات اللجان النقابية كانت هي عبارة عن لقاءات في التجمعات العمالية بحضور اللجنة النقابية المختصة والإدارات المختصة وبإشراف من مكتب النقابة واتحاد العمال. كافة القضايا الإجرائية المحلية كان يتم علاجها أثناء انعقاد الهيئات اللجان النقابية. النقابات كان طرح يعني مجموعة من القضايا التي تهم وتلامس الأخوة العمال. إذا بتحبي نذكر أو نوجز شوي عن المطالب اللي كان بآخر مؤتمر اللي ذكرت حضرتك أنه انتهى أمس. هلا بالشكل عام في مطالب كانت موحدة بكافة النقابات اللي بتخص تثبيت العمال المؤقتين، معالجة موضوع العمال المياومين والموسميين، موضوع الضمان الصحي اللي كان في كل المؤتمرات إن كان على مستوى الهيئات اللجان النقابية أو المؤتمرات النقابية. ومن المطالب المهمة تحديدا بظل التضخمات اللي صارت وارتفاع أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية، فكان هذا موضوع مزمن. قضايا اللباس العمالي، قضايا كثيرة رح نحكي، رح نفصل فيها بكل مطلب من هذه المطالب لأن مطالب محقة ودائما يتم طرحها خلال كل مؤتمر سنوي. أستاذي الكريم، يعني نحن عم نتابع هيدي المطالب خلال كل مؤتمر سنوي يتم طبعا في متابعة من حضرتكم كاتحاد لمطالب العمال من خلال الهيئات اللي عم تقوموا فيها خلال العام. اليوم كيف يتم تقديم هذه المطالب وإلى أين وصلنا؟ طبعا الآلية اللي نشتغل فيها نحن دورنا نقل هاي المطالب وصوت أخوتنا العمال للجهات الوصائية المختصة. نعم. إن كان من خلال مذكرات أو من خلال المجلس العام اللي بينعقد كمجلس عام الاتحاد العام لنقابات العمال، بينعقد بحضور رئيس الحكومة مجموعة من الوزراء والقيادة السياسية، وبتم تبويب كافة هذه المطالب وبشكل مباشر تلقى على الحكومة. نعم. طبعا في حوار دائم ما بين الاتحاد العام لنقابات العمال وما بين الحكومة حول هذه المطالب، وتشكل لجان مشتركة، لجان متابعة مشتركة، وفي قضايا تمت معالجتها وفي قضايا قيد العلاج. نعم. ونحن نعرف دائما في مواكبة لهذا الموضوع في قوانين وتشريعات جديدة ربما كانت تصب في مصلحة العمال اليوم لتعطيهم بحقوقهم بشكل أكبر، ربما تحطنا بضوء هذه القوانين والتشريعات. أكيد، يعني إذا بتلاحظي نحن في دائما مراسيم، دائما قوانين، وفي جزء منه وآخر شيء كان مرسوم الحوافز 252 لعام 2022، كان
هذا طبعا بعد مطالبات كثيره من الاتحاد العام لنقابات العمال بزياده الحوافز الانتاجيه، بتوحيد الحوافز الانتاجيه للقطاع للانشطه المتماثله. فصدر المرسوم، واعطت المرسوم اعطى 6 اشهر لتطبيق المرسوم. طبعا مرسوم الحوافز الانتاجيه والعلاوات الانتاج ومكافات الانتاج مرسوم رائع جدا، رفع سقف الحافز الانتاجي ل 300% من الراتب الحالي اثناء تاديه العمل. اثناء تاديه العمل، من مخصص بهذا المرسوم؟ كافه القطاعات. طبعا القطاعات ممكن تشمل السقف اللي عم نحكي عنه 300% من الراتب، قطاعات 200%، قطاعات 100% حسب طبيعة العمل ونشاط القطاع. نعم، أكيد مثل ما ذكرت حضرتك أستاذي الكريم مجموعة من القضايا التي تهم العمال وهي من المطالب المحقة لهم، رح ندخل بتفاصيلها كمطلب مطلب، ولكن اليوم سلامة العمال، الظروف الآمنة للعمل اللي عم بيقوموا فيها كمان، رح إن شاء الله نحكي بهذا الموضوع لأنه مهم جدا، موضوع الصحة والسلامة المهني والأمن الصناعي تحديدا بالظروف اللي هي اللي رح احكي عنه. بس بداية يعني أهم مطلب والهم الأساسي والشغل الشاغل كان للكل، واللي جمع يعني كان قاسم مشترك بين كل النقابات، هو تحسين الوضع المعاشي وزيادة الرواتب والأجور. طبعا كلنا بندرك أنه نتيجة التضخمات وارتفاع الأسعار كيف تآكل الراتب والظروف، الحصار واللي صار، أنه الحقيقة أكثر شريحة تأثرت هي شريحة العمال الذين يعملون بأجر ثابت. صحيح. نعم. المهنيين، كافة العمال المهنيين عم يرفعوا أجورهم، عم بحركوا بما يتناسب مع الغلاء. صحيح. العمال ضلوا على راتب ثابت. العمال اللي بيشتغلوا بأجر ثابت اليوم تآكلت هذا الأجر تحت ضغط التضخمات وزيادة الأسعار. حقيقة نحن وكثير يعني كان هذا الكلام نابع من القلب، إنه نحن عمالنا عم يحكوا نحن اليوم عم نشتغل بوطنيتنا، ما عم نشتغل بأجر، لأنه كلنا مدرك إنه اليوم الأجر ما بيقضي إلا الحد الأدنى فهذا كان مطلب عام ومطلب أساسي، ونحن ثقتنا كبيرة بالسيد الرئيس، وهو توجيهاته دائما للحكومة في حال وجود أي وفرات أو أي إمكانية تسمح بزيادة فرح تكون الزيادة إن شاء الله، وهي يمكن لحظناها بعام 2022 من خلال المنحات المتكررة اللي تمت خلال العام 2022. إذا المطلب الأول والأساسي هو كان تحسين. نحن كاتحاد عمال بلقائنا مع الحكومة لغينا من مطلبنا موضوع زيادة الرواتب والأجور، عم نطالب بإصلاح الرواتب والأجور، لأنه حقيقة صار نظام الرواتب والأجور بحاجة إلى إصلاح وربطه بالحد الأدنى للتكلفة الحياة. نعم نعم، هذا كان من أهم المطالب التي تم طرحها والمعقود عليها آمال إن شاء الله، بالنظر فيها يعني. نعم، أيضا من المطالب الأخرى اللي هي مهمة كانت ضمن المؤتمر، إيه رح يعني توسع بهذا المطلب اللي كان فعلا حقيقة مطلب أساسي، هو طبابة وعلاج الأخوة العمال. نعم، اليوم في تراجع في الخدمة الطبية على كافة المستويات ولأسباب عديدة. رح جزء من عمالنا طبابتهم ذاتية من خلال شركاتهم، طبعا هي تأثرت كثيرا بفضل بسبب نقص الاعتمادات مقارنة بالزيادات المتكررة لأسعار الأدوية وللخدمات الطبية، فصفت الاعتمادات المرصدة في الموازنات التقديرية لهذه الجهات العامة لا تكفي للحد الأدنى للعلاج. نعم. إذا في تراجع كثير بالخدمة الطبية بهذا القطاع اللي طبابته ذاتية. في القطاعات اللي التأمين الصحي أو بطاقة الضمان الصحي. نعم. كمان في تراجع كبير في الخدمة المقدمة من قبل شركات تقديم الخدمات الطبية أو إدارة النفقات الطبية. كمان السبب يعني هن ولسة التأمين ما عاد تغطي هالارتفاعات الكثير والمتكررة. طب ما في عقد هو ملزم للأطراف بحالة تعاقد أنه هي التابعة إلى إنهاء العقد؟ يعني أنا إذا ارتفعت الأسعار يجب أن أنهي مع الشركة أو هي بتضل مسؤولة؟ طبعا في عقد ملزم، ولكن على ما يبدو في التفاف على في تراجع. يعني أنا ما بيعني لي شو ليش وصلنا لهون، إنه بيعني لي أنه عمالنا اليوم في تراجع كبير بالخدمة الطبية المقدمة لهم من خلال إدارة النفقات، شركات إدارة النفقات الطبية. نعم. حتى نحن بمحافظة اللاذقية
عزفة أهم المشافي الخاصة عن قبول بطاقة الضمان الصحي نتيجة خلاف بينه وبين شركات على الأجور، على أسعار الوحدات الطبية. أنا ما بيعني لي شو سبب الخلاف بيناتهم، بس بيعني لي إن هي المشافي ما عاد عم بتخدم عمالنا. نعم. إذا عمالنا في تراجع كبير بالخدمة الطبية المقدمة لهم من خلال الأسباب اللي حكينا عنها. طيب، وشو حضرتكم وضعتوا من مطالب لحتى نحن نقدر نحسن هذا الواقع ونحسن هذا التراجع اللي صار؟ يعني اليوم في تراجع بسبب غلاء الأسعار، الشركات هي عم تتخاذل ربما نوعا ما وما عم تتجاوب مع بطاقات التأمين والتأمين الصحي. اليوم شو هي المقترحات؟ نحن دورنا كجهة ممثل العمال، نحن عم ننقل هذا الواقع للجهات الوصائية صاحبة القرار، نحن عم ننقله بأمانة للحكومة للجهات المعنية إنه هذا واقع الخدمات الطبية. نعم، وهو موضوع جدا مهم. يعني اليوم العامل مثل ما ذكرت حضرتك بالبداية إنه هو أساسا عم بيعيش على راتب ثابت، يعني هذا الراتب هو لا يكفي للمعيشة كالحد الأدنى من المعيشة. اليوم أيضا إذا بده يحط عليه طبابة بدون ما تعترف الشركات والمستشفيات والأطباء على بطاقة التأمين، فهي رح تصير كارثة بالنسبة للعامل. يعني خليني أرجع أحكيها بصيغة بطريقة أخرى. نحن الأجر عندنا بينقسم لأجر نقدي وأجر عيني. الأجر النقدي حكينا أنه عن تراجع المستوى المعيشي بسبب تدني الأجر النقدي. نعم. كمان الأجر العيني اللي هو خدمات طبية، هو لباس، هو غذاء، الوجبات الغذائية، كله كمان تراجع نتيجة أيضاً الارتفاعات المتكررة للأسعار. نعم. يعني اليوم عاملنا بيروح الحامل بطاقة الضمان الصحي بيروح لأي مخبر أو أي دكتور ما بيقبله، إذا قبله بيتعامل معه يعني بطريقه وبدون فروقات، يعني ما في مخبر الا بده فروقات كبيره عن ال، ومع العلم انه يفترض تكون التغطيه 100%. نعم. هذا كله كمان نتيجه الوحدات الطبيه او نتيجه الاسعار المتفق عليها بين المخابر او الجهات التي تقدم الخدمه الطبيه وما بين شركات اداره النفقات الطبيه. نعم، وذكرت حضرتك من اهم المطالب. بالمحصله تراجع كبير في الخدمة الطبية المقدمة للأخوة العمال، وفي حين زادت حاجتهم لها نتيجة تراجع دخولهم. نعم. كلما تراجعت الدخول هني بحاجة للخدمة الطبية أكثر. صحيح. نعم. طيب، بما أنه نحن السان عم نحكي بالمزايا العينية، رح نحكي كمان على موضوع اللباس العمالي. كمان كان مطلب أساسي بمجتمع اجتمعت عليه كل النقابات، هو نوعية ورداءة اللباس العمالي المقدم للأخوة العمال. كمان نتيجة ضعف أو قلة المبالغ المرصدة لهذا الجانب. إذا في تراجع بنوعية اللباس العمالي، وفي جهات ما قدمت لباس العمالي نتيجة عدم كفاية الاعتمادات. مع العلم نتيجة المتابعات لرفقاتنا في الاتحاد العام لنقابات العمال صدر تعميم من وزارة المالية انه هن جاهزين على تعزيز الاعتمادات وزياده الاعتمادات فيما يتعلق عن تعزيز بس هذه الاعتمادات. بس انت اجى بي في تقريبا الشهر الاخير من العام ما لحقوا الجهات العامه، ما كان في وقت الكافي انهم يرفعوا لزياده الاعتمادات، فما كثير انعكس بشكل ايجابي. نعم، ولكن يعني هو تم الموافقه عليه وتم القبول بتعزيز هذه الايرادات، ولكن لم يدخل حيز التطبيق بشكل بسبب فعلي. بسبب ضيق الفتره الزمنيه. نعم، ولكن هل سينعكس ايجابا خلال الفتره القادمه؟ يعني ممكن هذه التعزيزات نشوفها على اللباس في خلال الفتره القادمه؟ لا يفترض، لانه هذا واقع يعني موجود انه الاعتمادات المرصده لللباس العمالي غير كافيه لتامين اللباس بالشكل اللائق والجيد، فاكيد لازم يكون في لحظ لهي الزياده في الاعتمادات. بس اللي عم بيصير حتى الجهات العامه احيانا عم بتلحظ الزيادات خلال العام، عم بيصير تضخم، عم بيصير ارتفاعات في الاسعار، فما عاد المبالغ اللي مرصده بالموازنات تكون كافيه لتامين اللباس اللائق للاخوه العمال. نعم. اذا في تراجع كمان في هذا الجانب. نعم. طيب، بس اسمح لي هون بهيدي النقطه استاذ الكريم، ذكرت حضرتك بموضوع اللباس تم المطالبه بموضوع، فتم تقديم تعزيزات من الماليه لا دعم هذا الموضوع. الطبابه ألم يقدم لها تعزيزات؟ يعني هي موضوع مهم جدا اليوم، موضوع الطبابة والتأمين الصحي، ما تم لها تعزيزات؟ شو الحلول اللي انوضعت اليوم؟ هلا الاعتمادات اللي عم بتكون مرصدة عم بيتلاحظوا زيادة الأسعار، ولكن عم بيصير تضخمات وزيادات بنفس السنة الجارية، لذلك ما عم يبين الفرق، ما عم بيبين الفرق، عم بيصير
تراجع في الخدمة الطبية. نعم، إذا بده متابعة تماما. يعني كمان نفس الموضوع اللي كنت طرقت عليه رح شاوب، لأنه نحن بنفس السياق، موضوع الوجبة الغذائية الدائمة. نعم. طبعا اللي تستحق العمال لطبيعة عملهم، لهم طبيعة خاصة لأعمالهم، بحاجة لوجبة غذائية دائمة. طبعا كانت قيمة الوجبة 30 ليرة باليوم. نتيجة طبعا 30 ليرة لما اللي هي كانت تعب الوجبة طبعا. نعم، هي الوجبة بيضتين وكاسة حليب باليوم، كانت فعلا طبعا نتيجة كمان نرجع ترى زيادات الأسعار المتكررة. طبعا نحن كاتحاد عام تابعنا هذا الموضوع، رفعناها عن طريق الحكومة من 30 ليرة ل 300 ليرة. لما اللي صار 300 ليرة كانت جيدة جدا، بس كمان التهميتها التضخمات وزيادة الأسعار. اليوم 300 ليرة ما بجيب بيضة، ما بجيب نص بيضة، لا ما بجيب تمام. كمان صار تراجع بهذا الموضوع. بس كان في فكرة بتعويض البدل بمادي، يعني بعطاء مادي وليس كوجبة. عم بيصير هيدا الموضوع انه هن بياخذوها ل 300 ماديه ولا لا هو بياخذوها؟ هو المطالبه انه ياخذوها عينيه، ياخذوها عينيه، لانه عم ياخذوها ماديه. تماما. ما هو هو القرار انه بدل ماده، بدل ماده. طيب اليوم تم رفع 300 ليره، يعني 300 ليره مثل ما ذكرت حضرتك نصف بيضه. اليوم في ايضا تعزيزات بهذا الموضوع ولا نحن راح نرجع نطالب ونأكد على حكومة لرفع قيمة الوجبة الغذائية. نعم، إذن كل المطالب هي بحاجة إلى دعم من الحكومة. اليوم هي تبقى مطالب، وجع العمال موجود، آلام موجودة، مطالب موجودة، ولكن تبقى بحاجة إلى دعم حكومي. أكيد. واليوم كلنا يعني ما بدنا نحكي ونتوسع بالظرف الحصار على البلد، كيف انعكس على قلة في الموارد الحكومية، وأكيد بده ينعكس علينا نحن كطبقة عاملة. نعم، ولكن إن شاء الله بعد المؤتمر الأخير يعني إن شاء الله في آمال. طيب إن شاء الله دائما نحن موعودين، وفي توجيه من السيد الرئيس الحكومي أي زيادة في الموارد، أي وفورات في موازنة الحكومة تنعكس كلها على تحسين المستوى المعيشي للطبقة العاملة. نعم، كون عم نحكي نحن أيضا عن بطاقات التأمين أستاذي الكريم، بعض المتقاعدين عم بيطالبوا بتفعيل بطاقة التأمين بعد التقاعد أيضا، هل هي موجودة؟ هل هي فعالة؟ هل في فكرة فعلا بتفعيلها للمتقاعدين؟ حقيقة كمان هذا مطلب دائما ونحن بنرجع بنطلبه من الحكومة. مرسوم تشميل المتقاعدين بالضمان الصحي صدر بال 2011، ولكن نعرف شو صار من 2011 لو ظروف الحرب وتراجع في الموارد وفي الإمكانيات، إنما شكلة فقط هو في التمويل. المرسوم موجود إنما التمويل، ولكن بآخر لقاء مع رئيس الحكومة وعد بأنه حلوا مشكلة التمويل للضمان الصحي للمتقاعدين. نعم. في وعود بأنه تنحل مشكلة التمويل لل. أستاذي الكريم اسمح لي مشاهدينا ومستمعينا، زميلتنا إيمان عساف رصدت تقرير عن إحدى المؤتمرات النقابية، النقل البحري ومطالب تستحق الاهتمام، خلونا نتابع سوا. أجندة أعمال وقائمة من الأولويات ضمن المؤتمر السنوي لفرع نقابة عمال النقل البحري والجوي في اللاذقية في مبنى فرع اتحاد نقابات العمال. هذه الجلسات المؤتمرات هي عبارة عن مرجعي أو حالة تقييم لعمل المكتب النقابي بالتواصل مع اللجان النقابي والإدارات وتقديم الخدمات لكافة العاملين بهذه القطاعات. نحن بنعمل مرجعي خلال العام الماضي، شو عملنا، شو انجزنا، شو تحققنا، وبنحط خطة للعام القادم. مثلا شو هو الذي ما تحقق بنرجع منطالب، تعرفين احنا جهة مطلبي، نحن مين جهة صاحبة قرار. مداخلات ونقاشات تحمل هموم العمال وأفكار لتحسين وتطوير العمل. كان مطالبنا بالنسبة للضمان الصحي، تعديل الضمان الصحي بيتناسب مع التضخم اللي صار. كمان بالنسبة للباس العاملين، من 11 سنة نحن ما استلمنا لباس، وتثبيت العقود. مجمع المعطيات كلها منقدمة مؤتمرات نصف سنوية أو كذا، آخر شيء منطرحها بالمؤتمر العام. يعني هون اليوم كان يعني أهم مطلب لعمال المرفأ هو موضوع التأمين الصحي.
طبعا الشركة ما قصرت مع العاملين بهالموضوع، وإنما الشركة المؤمنة ما تعطي النسبة اللي عم تريحه للعامل، خصوصي مع ارتفاع أسعار الأدوية والتحاليل وكذا. فأول شيء كان التأمين يغطي سنة كاملة والعامل مرتاح. هلا ما يكفي يعني زيارة طبية واحدة أو وصفة أو وصفتين بالشهر، فكان هذا مطلب لنا، بالإضافة لمطالب عمالية دائمة عم تكرر، تحسين الوضع المعاشي للعمال، رفع نسبة الحوافز وهالأمور. العامل في مدى دولية عم تتم عملية تأشير الخروج من خلال جواز السفر البحري، لا عم يتم تأشير الدخول، فبحكم عند الدولة هم خارج قطر فاستبعدوه من البطاقة الزكية. موضوع تاني استبعدوه بالدعم يعني عن البطاقة الزكية، أنا مرفوع الدعم علما هن فقراء. موضوع تاني طالبنا بمنح البطاقة الزكية لأخوتنا الصيادين، تم توقيف عمل المنح البطاقة الزكية من عام بسبب لا يوجد عملية الربط بيانات ما بين مديرية العمل والتكامل. نحن قدمنا انه في تامين اللباس الموحد للعمال، تامين وجبات غذائيه للعمال الذين يداومون ليله، في كمان في عمال محرومين من ضمان من التامين الاجتماعي، طالبنا اكثر من مره من شانهم، وان شاء الله يتم العمل على تحقيق هذه المطالب. المؤتمرات السنوية نافذة وفرصة لمراجعة المقترحات السابقة وتجاوز الأخطاء والسلبيات وتعزيز الإيجابيات بما يخدم مصلحة العمال والعمل. تابعنا سوا أستاذ الكريم التقرير، موضوع يعني مجموعة من المواضيع تم طرحها والمطالب ضمن، ولكن مثل ما ذكرت حضرتك من بداية الحلقة بعض المطالب وأهمها هو التأمين الصحي كان مشترك لكل النقابات. بعض المواضيع الأخرى أيضا تم طرحها بالإضافة للتأمين الصحي ورفع أو التحسين المعيشي، موضوع النقل البحري، خلينا نحكي عن هيدا الموضوع وعدم التشاركية بينهم أو الربط بينهم وبين تكامل، إلغاء من بطاقة الدعم، وهذا بيأثر بشكل أيضا كبير على العمال بهذا القطاع. هلا هذا الموضوع خاص بالصيادين. هذا هي القضايا أكيد رح نحن بعد المؤتمر نعد مذكرات للجهات المعنية، وإن شاء الله بيتعالج خلال فترة بسيطة هذا الموضوع. بيتعالج. قيد المتابعة والعلاج. إذن هي مواضيع ليست بهذا التعقيد يعني. إطلاقا. نعم. نعم. موضوع الحوافز أستاذ الكريم، هي تختلف من طبيعة عمل إلى طبيعة أخرى، هل هي تزداد بمكان على حساب مكان آخر؟ نحكي بهيدا الموضوع والمطالبة بالعدالة بالحوافز بين كل العمال. لا، يمكن ببداية اللقاء حكيت عن المرسوم 252. من أهداف ومبررات صدور المرسوم هو يعني توحيد الحافز للأنشطة المتماثلة. متماثلة. للأنشطة المتماثلة، لأنه حسب الأنظمة القديمة المعمول فيها كان ممكن نلاقي أنشطة متماثلة في خلاف واختلاف بطريقة احتساب الحوافز وبالسقوف الحوافز. إنما المرسوم من أهداف صدور المرسوم هو توحيد الحافز للأنشطة المتماثلة، ونحن متأملين خير إن شاء الله بعد تطبيق هذا ينعكس بشكل إيجابي. إنما يعني كان يعني في بعض الغموض ببعض الفقرات الخاصة بالمرسوم، إن شاء الله هلا من خلال اللجان المشكلة، في لجان فرعية ولجان مركزية. لجان الفرعية على مستوى الإدارات العامة، ولجان مركزية لكافة القطاعات، وأعطى المرسوم مهلة 6 أشهر من تاريخ صدور المرسوم بالشهر التاسع يعني الشهر الثالث، ورح نحن كتنظيم نقابي نتابع لتنفيذ المرسوم، وين بيكون لنا ملاحظات، وين بيكون لنا يعني اكيد رح تظهر ثغرات. نعم. رح نشتغل على علاجها من خلال اللجنه المركزيه للحوافز. نعم. طبعا نحن ممثلين باللجنه الفرعيه وباللجنه المركزيه كتنظيم نقابي. نعم. طب بعض الاعمال هي مجهده استاذي الكريم. نعم. تعتبر مختلفه عن الاعمال الاخرى. نعم. كيف يتم التعامل مع طبيعه هذا العمل، وما هي المطالب اللي حققتوها لهذه الفئه من العمال؟ بالنسبة للأعمال الشاقة والمجهدة في مرسوم خاص وناظم نقلة ومرسوم كتير يعني رائع وحقق كتير خدمة للأخوة العمال، لأنه احتسب مدة العمل بالأعمال المجهدة سنة ونص. سنة بسنة ونص. سنة ونص. نعم. يعني ممكن العامل اللي عنده
خدمه متواصله من 15 ل 20 سنه يطلع التقاعد اذا كانت تشمله موضوع المرسوم الاعمال الشاقه والمشهده. نعم. طبعا وصف كل الاعمال اللي هي حقيقه ذات طبيعه خاصه مجهده او خطره ضمن المرسوم. نعم. ومطبق هذا، ما في اي مشكله في تطبيقه على الاطلاق. لا يوجد مشكله في تطبيقه، هو الان حيز التطبيق. نعم طبعاً. طيب عمال الغزل استاذ الكريم، نعم. هن من الشريحه اللي دائما عندهم مطالب معينه نظرا لطبيعه عملهم واوقات عملهم، اليوم كيف يتم النظر بهذه الشريحه؟ العمال الغزل كمان في جزء من عمال الغزل اللي ملحوظين ضمن شروط تطبيق المرسوم 346 مطبقة عليهم. ونتيجة يعني طبعا واقع عمل هذا القطاع، عمال هذا القطاع عمل صعب وورديات وعمل هي كمان من خلال المطالبات الكثيرة حققنا نحن مجموعة من القضايا اللي إلى مردود مادي انعكس عليهم أكيد لا تلبي. نعم. لا تلبي. ولكن بتطبيق المرسوم 252 وممكن يوصل حافز العامل بالغزل ل 300% من الاجر اثناء تاديه من اجره اثناء تاديه العمل خلال الشهر الواحد. خلال الشهر الواحد يعني اللي راتبه 150,000 نعم ممكن يكون سقف الحافز الانتاجي 450,000 للجميع استاذي الكريم، واللي هي بناء على العمل على الانتاج يعني اسمه حافز انتاجي مرتبط بالانتاج. في حد انتاج معياري وزمن معياري. نعم. وحدات معياريه، هي مهمة اللجان الفرعية واللجان المركزية. نعم. يعني ربط المرسوم ربط الحافز بالعمل بآلية العمل وبالإنتاج اللي بيقدمه العامل. طيب شركة المرفأ أيضا نفس الشيء، كمان هناك بعض المطالب أيضا للعمال نحكي عنها. كمان موضوع الحوافز، يعني موضوع تطبيق الإسراع في تطبيق المرسوم 252 موضوع كمان مطبق عندهم، المرسوم الأعمال الشاقة والمجهدة مطبق عندهم، وكثير من عمال المرفأ تحديدا عمال التناول تناول البضائع يعني عم بيطلعوا بأعمار صغيرة نتيجة تطبيق المرسوم الأعمال الشاقة والمجهدة. لا يمكن كان من جزء من مطالب العمال المرفأ هي موضوع نقص العمال الفنية بالمرفأ، في تراجع بعدد العمال الفنيين بالمرفأ وتم المطالبة برفد مجموعة من العمال. كمان من أهم المطالب هي موضوع طبابة العاملين. طبابة العاملين نعم. مطلب أيضاً أساسي كان للجميع هي نحن تشمل كل العمال تماما. تحديدا عمال المرفأ كانت طبابتهم وما زالت هي في قانون يعني في النظام الداخلي طبابتهم 100%، يعني يفترض العامل يتطبب ما بيدفع اي فرنك، يعني المؤسس العام المرفأ الشركه العامه المرفأ مسؤوله عن طبابه العامل مهما كانت كلفتها. بتطبيق طبقهم عندهم نظام الضمان الصحي تراجعت الخدمه الطبيه، لذلك كان مطلب اساسي ل كان مطلب أساس. نعم. طب اليوم ما في يعني أشخاص معينين أو مستشفيات معينة ما زالت تتعاقد ضمن هذه البطاقات التأمين وتقدم هذه الرعاية الطبية ضمن التأمين الصحي الموجود؟ لا يوجد؟ هلا في المشافي العامة لسه متعاقدة المشافي العامة وما بعرف إذا في بعض المشافي، ولكن في مشافي تخصصية عندنا بتعمل عملية مثلا هلا خدمة العمليات القلب المفتوح غير متوفرة في لأنه المشافي اللي بتشتغل بالقلب المفتوح أو العيني أو هي رافضة التعامل مع شركات طبعا نتيجة خلاف بينهم وبين شركة الشركات تأدية الخدمات الطبية أو إدارة عفوا النفقات الطبية على أسعار الوحدات الطبية. نعم. وإذا هي من المطالب يعني بالمحصلة يعني مطالب مهمة جدا بحاجة إلى تعزيز ودعم. تماما. كمان إخوتنا العمال اللي عندهم أمراض مزمنة هلا اللي عندهم أمراض مزمنة نتيجة الارتفاعات ما بتغطي بطاقات الضمان الصحي أو بوليصة الضمان الصحي ما عم بتغطي وصفة الأمراض المزمنة بضعة أشهر. كمان هذه مشكلة وعائق أمام الأمراض المزمنة، هن بحاجة إلى دواء متواصل تماماً. خلال الشهر تماماً. كمان أيضا سيتم البحث بهذا الموضوع إن شاء الله قريبا أكيد. إن شاء الله. نعم. طيب أستاذ الكريم ذكرت حضرتك أنه في نقص بالعمال ضمن المرفأ ضمن شركة المرفأ، لكن هذا النقص أيضا في مؤسسات كثيرة بالدولة يعني ليس ضمن المرفأ. هل هناك بالمطالب بمسابقات تعيينات طرق جديدة لرفد عمال؟ هلا موضوع المسابقة المركزية اللي شركة المسابقة المركزية
طبعا ظهرت عندنا مشكلة نحن تقريبا بكافة القطاعات نتيجة المسابقة المركزية، هي عدم تلبية حاجة القطاعات بالعمال الفنية. إذا صار في نقص بالعمال الفنية بقطاعاتنا، في تسرب نتيجة التسريح وما شابه ذلك، تسريح على السن القانوني. المسابقة المركزية لم تلبي حاجة القطاعات من العناصر والعمال الفنية. نعم، إذا الحل هنا يعني هل في أمل بمسابقات قريبة أو كان في معينة؟ كمان من القضايا هي كانت ببعض النقابات اللي إلى لطبيعة عمل فني، كان في مطلب كمان اجتمعت فيه أغلب النقابات، هو نقص العمال الفنية وعدم تلبية المسابقة المركزية طبعا أول تجربة للمسابقة المركزية، ونحن بالمجلس العام انطرح هذا الموضوع أمام وزيرة التنمية الإدارية عن حاجة قطاعاتنا للعمال الفنية وعدم تلبية المسابقة المركزية. نعم. لهذه الحاجة، وتم الوعد بمعالجة واستدراك هذا. جيد، إذن هو فرصة اليوم ربما تكون مقبلة للشباب للالتحاق بوظائف أو بأعمال ربما اليوم نحن بحاجة إلها. أستاذ الكريم، اليوم نحن عم نحكي بأهم المطالب اللي هي بتخص العمال. اليوم ذكرت حضرتك التحسين الوضع المعيشي والتأمين الصحي، مشفى، هل ألا يوجد مشفى خاص بالنقابة ربما، أو هناك فكرة بإنشاء مشفى خاص بالنقابة ربما يكون هو رافد لهؤلاء العمال في حال بقيت الأسعار على حالة أو هذا الخلاف مع شركات التأمين؟ طبعا كانت نحن من البداية خطة عملنا أنه فعلا يعني إنشاء مشفى عمالي، واشتغلنا على هذا الموضوع، ونتيجة المطالبات خصصنا من مجلس مدينة اللاذقية بأرض بالمشروع العاشر، مساحة الأرض بحدود 2500 متر مربع، الغاية إنشاء مشفى عمالي. نعم. ولكن لارتفاع الأسعار والتضخمات اللي صارت اليوم ما في إمكانية على الإطلاق للمنظمة تعمل مشفى عمالي تشاركية مع جهة أخرى. ألا يوجد هل انطرح موضوع التشاركية مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية كمان؟ يعني اليوم يعني الإمكانيات بظل يعني الارتفاع الكبير للمعدات الطبية وللبناء والتكلفة الكبيرة، ما في مقدرة، ما في بس مقدرة. إن شاء الله هو راح يضل ضمن خطة عملنا المستقبلية. نعم. طبعا نحن يعني حاولنا أنه يعني نعمل عيادات، وإن شاء الله هلا راح يتم افتتاح مجموعة من العيادات التخصصية. جميل. تتبع لمؤسسة الرعاية الصحية والاجتماعية هي مجموعة راح تكون بمكان واحد ولا مجموعة واحد. مستوصفات متفرقة؟ عندنا مستوصف عمالي نحن بالشيخ ظاهر. نعم. فوق الصيدلية العمالية راح نحن إن شاء الله خلال الأيام القادمة مجموعة من العيادات التخصصية، عيادة سنية، أطفال. تعرفنا على الاختصاصات الموجودة حاليا سنية، أطفال، داخلية، نسائية. نسائية، وكيف بدها تكون التكلفة ضمن هذه العيادات؟ أكيد أكيد في حدود الدنيا، في حدود الدنيا، أكيد في حدود الدنيا. يعني في دفع وليست مجانية. يعني دائما المطالب اليوم للعمال بشيء ربما، او هل يوجد صيدليات راح يكون في صيدليه مثلا موجوده صيدليات. ضمن في صيدليه في عندنا نحن ثلاث صيدليات عماليه، بنحاول نحن نقدم الخدمه بس ما فينا نقدم ادويه، ما في امكانيه. نحن مواردنا موارد الاتحاد يعني فقط تقتصر على اشتراك العاملين، ما عندنا اي دعم حكومي، نحن مواردنا ذاتيه، ما بنقدر نغطي الخدمات الطبيه مجانا. نعم. طيب اذا عم نحكي اليوم عن الصيدليات العماليه، توافر الادويه ضمن هيدي الصيدليات بما يتناسب مع بعض الادويه، غلاء بشكل كبير، كيف عم يتم دراسه هذا الموضوع توريد هذه الادويه، وهي هي اسعارها تتناسب مع العمال؟ الصيدليات الصيدليات العمالية بتأمن أدويتها من شركات إنتاج الأدوية. تمام. فهي يعني عم تدفع نفس قيمتها. الأسعار نفس الأسعار. طب مؤمن الأدوية يعني اليوم طبعاً نحن عم نحكي طبعاً. عن أشخاص هم عندهم أمراض مزمنة، أمراض قلب، يمكن أمراض يمكن بالمرحلة يمكن بالشهر الأخير قبل ارتفاع الأسعار الأدوية حجم تم إحجام المستودعات والشركات الإنتاج الأدوية عن هي، حاولنا نحن بهي الفترة ضمن المستطاع أنه ما يصير انقطاع بالأدوية على الأطلاق إن شاء الله، وهذا كتير مطلب مهم أيضا. أستاذي الكريم، مشاهدينا ومستمعينا، أيضا تقرير لزميلتنا علا محمد رصدت من خلاله من مؤتمر عمال الدولة والبلديات مطالب وآمال، خلونا نتابع سنة.
محاور ومداخلات تحمل هموم العمال وتقدم الأفكار البناءة لتحسين واقع العمل ضمن المؤتمر السنوي لفرع نقابة اتحاد عمال الدولة والبلديات في اللاذقية. طبعا أهم شيء عم يطالبوا فيه تثبيت العاملين في الدولة، في كتير عمال على أس عملهم عم يطالبوا بتثبيت العمال، ونحن بنأمل إن شاء الله من السيد رئيس كالعادة كما عودنا دائما أن يطلع قانون لتثبيت العمال. عندنا نقص كتير بيد العاملة، المسابقة اللي صارت من فترة مسابقة التنمية الإدارية ما غطت شيء من الشيء المطلوب. عندنا مثلا نقص بسائقي الآليات الثقيلة والمعدات الهندسية بالخدمات الفنية، بدنا فتح ورشات عمل أحسن ما تروح لقطاع خاص، مع احترامنا القطاع الخاص يشتغلوا فيها عمالنا، يوصفوا عمال، يوصفوا مهنيين. تم طرح من أحد الأعضاء اللجان النقابية فوج الإطفاء عن تأمين وتجهيز وإعادة تأهيل مركز فوج الإطفاء من كراسي طاولات تجهيز الساحات وإعادة تأهيل المبنى، بالإضافة إلى طرح إنه زيادة الكميات المخصصة من مازوت التدفئة. تم مناقشة المواضيع مع اللجان النقابية، وإن شاء الله نحن كمجلس مدينة اللاذقية رح نقدم كل الدعم لقيادة فوج الإطفاء. مطالب تلقى آذانا صاغية وآمال بتحقيقها في القريب العاجل. المطالب عم نطالبها بإعادة، من أول شيء بالنسبة للموضوع الأدوية سعرها قفز 10 أضعاف و20 ضعف، والاعتمادات هي حبذا لأنه يزيدوا لنا شوي الاعتمادات بمقدار الزيادة اللي طلعت. في شغلة كمان بالنسبة عم نطالب فيها صرنا سنوات، أنه فتح سقف الراتب لازم ينفتح، لأنه العامل عم يشتغل ببلاش، بيعطونا أوقات بيعطونا ترفيعة استثنائية تقال أنه ترفيعة اللي مقطوعة 600 ليرة أو 1000 ليرة للفئة الأولى، 1000 ليرة وباقي الفئات 600. يا ريت طيب كنت عملوها ترفيع عطوها 9% مثل بتسميه تكون الإنسان قادر على الوضع المعيشي اللي نحن فيه. والله أهم المطالب العمال مجلس مدينة جبلي بشكل خاص وبشكل عام هي موضوع النقل. أصبح موضوع النقل يشكل عبئا كبيرا على العامل، يقطع العامل من ريف جبلي البعيد عن المدينة جدا مسافات كبيرة، يصطدم بالواقع، إما قلة المحروقات، قلة وسائط النقل. يعني نطالب في هذا البند أن يكون مبيت دائم لعمال مجلس مدينة جبلي وريفها، إما بالتعاقد مع الشركة العامة للنقل الداخلي باللاذقية أو شراء باصات عن طريق إدارة الجمارك العامة، يكون مبيت لأن عمال النظافة يقومون بالدوام على مدار الأسبوع وفي الأعياد والأعياد. المؤتمرات السنوية تشكل حالة نقد بناء مؤسساتي يساهم في تلافي الأخطاء وتعزيز الإيجابيات لتطوير العمل والإنتاج. تابعنا سوا أستاذ الكريم التقرير، أيضا مجموعة من المطالب المحقة. ربما موضوع النقل هو من المطالب اللي جدا أساسية اليوم في ظل الريف وبعده عن المدينة ووسائل النقل نظرا للظروف الراهنة اللي حدت أساسا من وجود المحروقات. نحكي عن هذا الموضوع كمان. هذا كان يعني مطلب موحد بكافة النقابات، موضوع يعني مشاكل النقل والنقل الجماعي. طبعا كمان نتيجة يعني كلنا عشنا فترة أزمة المحروقات اللي يعني عكست سلبا فعلا على موضوع النقل الجماعي لأخوة العمال، وارتفعت تكاليف النقل. حقيقة في كتير من أخوتنا العمال صار تكلفة نقل من وإلى عمل تقريبا بتعادل أكثر من 50-60% من الراتب الشهري. فيعني هي مشكلة حقيقة مزمنة. طبعا بالرغم من ان يعني في نحن نتيجة الحوار مع الحكومة صدر توجيه من رئيس الحكومة انه يصير يعني التعاون بين كافة القطاعات بنقل العمال. يعني ممكن يكون انا مثلا في عندي لجهة عامة على هذا الخط باص نقل جماعي، اني اتعاون من خلال هذا الباص بنقل عمال اخرين لقطاعات اخرى. نحن عملنا على كافة لجاننا النقابية مشان يوافونا بالأسماء اللي ممكن نخدمهم بهي الطريقة. وحقيقة يعني الأسماء اللي وردتنا حاولنا أنه نأملنا نقل من خلال التعاون اللي عم نحكي عنه بين جهات القطاع العام. إذن بدأ التطبيق يعني ربما على شريحة معينة، ولكن المشكلة موجودة، لأنه أحيانا حتى يعني الاعتمادات أو عدم وجود المحروقات ما كانت حتى الشركات اللي عندها وسائط نقل تقدر نعم تنقل عمالة أساسا. نعم. فهي حقيقة مشكلة قائمة. نعم. بس لكن مع اليوم نعم. مع الانفراجات اللي صارت بالمحروقات يعني بلش تعالج ولو جزئيا. نعم.
نعم. أيضا السلامة الصحية أستاذ الكريم، الصحة والسلامة اليوم للعمال، وخاصة في بعض العمال بيداوموا أيام العطل الرسمية مثل ما ذكرنا أيضا في الأعمال الشاقة، كيف بتم هيدا الموضوع؟ ما هي الحقوق اللي عم يحصلوا عليها؟ طبعا هذا موضوع الصحة والسلامة المهني والأمن الصناعي، يعني نحن كمان من القضايا اللي اشتغلنا عليها وكانت في صلب اهتمامنا من خلال لجان النقابي أو مكاتب النقابة. طبعا احنا من ملاحظاتنا على هذا الموضوع نرجع نقول كمان نتيجة الحصار، نتيجة نقص الموارد، يعني صار في تراجع في تأمين وسائط الحماية الذاتية أو معدات الأمن الصناعي، وسائل الحماية. فنحن لأنه صار في تراجع منأكد دائما من خلال لجان النقابي على تطبيق قواعد الصحة والسلام المهنية. طبعا بالإضافة لأنه نحن ضمن خطة عملنا منقوم بالتشارك مع دائرة الصحة والسلام المهني بفرع مؤسسة التأمينات الاجتماعي بقيام بجولات عديدة على قطاعات معينة فيها يعني موضوع الأمن الصناعي أو الصحة والسلام المهني، من خلال كمان الأجهزة المتوفرة بالدائرة نعمل دراسة لبيئة العمل عمدى تطبيق نظم الحماية والأمن الصناعي، وبيطلع تقرير في مجموعة من التوصيات في حال تم يعني لابد من تطبيقها للحفاظ على بيئة العمل والصحة والسلام المهني للأخوة العمال. نعم، وعم يتم المراقبة والمتابعة دائما للوصول إلى أكثر بيئة آمنة وصحية. نعم، نحن بنرفع للجهات الوصائية ومن نحرص من خلال لجان النقابية على متابعة تطبيق نعم. تقارير الصحة والسلام المهنية. نعم، جميل جدا هذا الكلام أستاذي الكريم. بعض المطالب كانت بحق بعض العمال، ظروف الحياة ربما ما بتقدر للشخص يعرف شو هو قدره، ممكن يتعرض لحادث، ممكن يتعرض لأي سبب من الأسباب يسبب انقطاعه عن العمل لفترة زمنية تتجاوز 15 يوم، ونحن بنعرف القوانين المتعلقة نعم. بهذا الموضوع. اليوم العامل بيكون في صراع كيف سيعود إلى عمله، هل هو اليوم موجود مكانه أم لا، وإذا سيعود مكانه هي الصعوبات اللي بده يعانيها. نحكي عن هذا الموضوع، يعني هي من المطالب المهمة جدا في حال الأقدار تصرفت وليس البشر. شكرا لك على هذا السؤال المهم جدا، لأنه حقيقة عندنا مشكلة في هذا الموضوع. يعني نحن أي عامل اليوم عندنا بيصير معه مشكلة، ممكن يصير معه حادث سير صحيح، إذا سجن أكثر من 15 يوم بيطلع فيه بقرار بحكم المستقيل، وموضوع فعلا عودته العمل عم بيكون في إرباك وعم بيقعد عاملنا أحيانا أشهر طويلة بحاجة لموافقات عديدة وروتين، وعم بتطول هاي الموافقات، عم بيقعد بدون أي دخل. نعم، ومن يعني بهالظروف الصعبة، فحقيقة هذا موضوع بده اهتمام من كافة الجهات لمعالجته، تحديدا إذا كان التوقيف لأسباب لا تتعلق بالعمل. طب إذا في توقيف يعني أسباب بسيطة ما أنا جوهرية. تماما. إذا أسباب لا أسباب التوقيف مثل ما عم قل لك أي واحد منا معرض يصير معه حادث. نعم. هو يعني عم بيسوق دراجة، عم بيسوق سيارة، عم بيسوق هاي، يصير معه حادث يتوقف أكثر من 15 يوم، شوف حاله صار بحكم المستقيل، وإجراءات العودة للعمل إجراءات معقدة. ونحن حقيقة كاتحاد عام يعني تم طرح هذا الموضوع مع رئيس الحكومة، وعدنا بمتابعة ومعالجة هذا الموضوع، ولكن لحد هذا التاريخ لم يعالج هذا الموضوع. موضوع كتير مهم وحيوي، إذا كان التوقيف لأسباب لا تتعلق في العمل مفروض إعادة العامل إلى عمله مباشرة بعد بعد أن يضع نفسه في تصرف الجهة العامة التي كان يعمل. نعم، ولكنه الآن ضمن المطالب لم يتم العمل به، هل هناك بوادر للفترة القادمة للعمل حتى العامل يأمن على حاله؟ وعدنا من قبل السيد رئيس الحكومة بمعالجة هذا الموضوع أثناء اللقاء في المجلس العام، ورفقاتنا في الاتحاد العام عم بيتابعوا هذا الموضوع، وإن شاء الله يعني هذا الموضوع يعني ما هو صعب معالجته. صحيح. نعم، بده قرار. نعم. اليوم أستاذ الكريم بيختلف بين العامل المثبت والعامل غير المثبت أيضا بالحقوق. اليوم إذا العامل ما هو مثبت عم يشتغل وفق أي نظام عمل ضمن المؤسسات، بيقدر ينتسب لنقابة العمال؟ في آلية لحتى هو يحصل على حقوقه كعامل اليوم؟
نحن منرحب، بالعكس نحن حريصين على انه نشمل كافة العاملين كيفما كانت الصيغة العقدية او الصيغة التي يعملون بها تنسيبهم وتشميلهم في المظلة النقابية. نحن حريصين جدا على هذا الموضوع. بس احيانا ما عم بيصير، يعني اخوتنا العمال ما بعرف ليش هيك، احيانا هن اللي لازم. طبعا نحن بجوز يكون في تقصير منا، ما عم نقدر نوصل لكل عامل، لازم نوصل نحن لكل عامل ونشرح له مزايا الانتساب للاتحاد او للنقابات. نحن ما عندنا اي مانع، بالعكس حريصين ونتمنى. طيب بس شوي استاذ الكريم، الآلية، انا بالانتساب، انا اليوم بدي اروح انتسب، شو هي الاوراق اللي لازم اني اقدمها؟ هل علي دفوعات شهرية ام لا؟ يعني اعطيني هيدي التفاصيل اليوم مشان كل عامل عم يتابعنا يعرف شو هي الآلية. يعني نحن الآلية، يعني طبعا حسب النشاط اللي عم بيقوم فيه العامل، طبيعة النشاط، في نقابات يعني حسب طبيعة مثل النشاط، مثل النقل البحري، مثل المرفأ، نعم حسب النقابة، حسب النقابة، فبيقدم بيقدم طلب للنقابة، أو إذا كان في تجمع، يعني هو في لجنة نقابية بيقدم طلب للجنة النقابية أو لمكتب النقابة برغبته بالانتساب. نعم. والتكلفتها كتير بسيطة، نحن يعني 750 ليرة بالشهر. 750 ليرة بالشهر. نعم. معناها بالإضافة لأنه نحن عندنا مجموعة من الصناديق، إن كانت صناديق المساعدة الاجتماعية اللي خاصة بالنقابة أو صندوق التكافل الاجتماعي، بيقدم خدمات كبيرة، طبعا بده ينتسب للصندوق العام. بده ينتسب للصندوق. شرط الانتساب للصناديق يكون منتسب للنقابة. منتسب للنقابة حتى ينتسب للصناديق قبل ما ينتسب للصندوق. ما هي الميزات اللي بيحصل عليها إذا انتسب لاتحاد العمال؟ طبعا لما بيكون يعني هو تحت المظلة النقابية، يعني نحن أي قضية بتعترضه، أي مشكلة بتعترضه، نحن يعني بنكون مسؤولين عنه. نعم. ندافع عنه ونمثله في لدى كافة الجهات. نعم. وإذا تم انتسابه إلى الصندوق أيضا من الميزات اللي بيحصل عليها؟ لصناديقنا نحن بتقدم مزايا كثيرة، إن كانت إعانات في حال الولادة، في حال الزواج، في حال الوفاة، في حال عنده أمراض أو أي شيء حادث طارئ، فبيتم الدعم من هذه الصناديق. طبعا. نعم. والانتساب لهذه الصناديق أيضا هو أجوره رمزية كما هو الانتساب للاتحاد؟ طبعا بحدود الألف ليرة بالشهر، يعني مبالغ. نعم. بسيطة. مبالغ بسيطة. وكم المبلغ اللي بيقدمه الصندوق في حال الدعم أو الإعانة؟ كل عام نحن بنعمل دراسة لموارد الصناديق ومنعدل الخدمات اللي بنقدمها والإعانات المقدمة في ضوء الموارد المتوفرة. نعم. طيب. نعم استاذ الكريم، اسمح لي اخذ اتصال من السيد ابو اسامه. يسعد صباحك. يسعد صباحك. اهلا وسهلا، تفضل استاذ الكريم. صباحك. اهلا وسهلا، تفضل. مجال نشارك بس نحكي مع الاستاذ محمود؟ تفضل. اهلا وسهلا. اكيد. تسلمي. تفضل. تحياتي استاذ محمود. اهلا وسهلا فيك، يعطيك العافيه. يخليك يا رب. نحن احد اعضاء النقابه عندكم، احب احاول اسال عن موضوع الادويه المزمنه، يعني بموضوع التعاون بينكم وبين المؤسسة للتأمين. نحن بفترة السنة الماضية انتهت الأدوية ب 10/10/2022 طبعا. نعم. ضل شهرين أنا بحاجة مثلا لأدوية معينة، ما عاد قدرت أنا أكفي، عندي بالشهر مثلا أدوية بحدود 40-48 ألف. نعم. فنحن بس بدنا انه مثلا كنتوا يعني لو هلا بموضوع انه زياده الادويه اسعارها وكذا. نعم. اذا تحاولوا انتم بالتعاون او انتم بخلال مناقشاتكم كنقابه عمال ومواقفكم، وانا بشكركم طبعا، بشكرك يا استاذ محمود، انتم القائمين على النقابه من الاعضاء كامله، وبشكر تعاونك انت بينك وبين حتى نحن كموضوع موضوع الاعلام، وهي التعاون رائع بيكون مثمر من خلال موظفين كل الاقسام. نعم. بيحكوا بهالموضوع. فبس موضوع الأدوية اللي ترفع قيم نسبة قيمتها، كنتوا تعطونا مثلا 200 مثلا، بعدين ما بقى إذا صارت 250 بالسنة. نعم. بس هلا سواء بالأسعار الأدوية، في دواء سعره وصل لل 22 ألف. نعم. أدوية قلبية طبعا. نعم. وانت بحاجة لك علبة كل شهر أستاذ. نعم. أبو أسامة.
نعم يعني انت بحاجه لعلبه كل شهر من هذا النوع. هاي الادويه مو بس هي الضغط بالنسبه للمميع بالنسبه لاشياء كثير. نعم. على قيمه الادويه كبيره، فنحن هي خلال 200 4 شهور خلصوا مثلا. نعم. عرفتي كيف؟ نعم. فنحن بدنا بهذا الموضوع وبشكركم كثير، بس هيك يكون في تعاون الموضوع يتابعنا الاستاذ محمود. شكرا لكم وللنقابه. شكرا شكرا لك استاذ الكريم، شكرا لاتصالك استاذ. الموضوع يمكن انا تطرقت له وقت اللي كنت عم بحكي عليه، قلت انه في يعني بيخصص مبلغ للامراض المزمنه ما بيقضي الا بضعه اشهر وبعدين ما بقى في تغطيه. هاي من القضايا اللي حقيقه رح نشتغل بحوارنا مع الحكومه انه لازم تتعدل، وتحديدا بعد الزيادات الاخيره حقيقه. نعم. مطلب محق، ونحن يمكن ذكرته انا قبل ما يذكروا. صحيح، وخاصه مع ارتفاع الادويه، ارتفاع اسعار الادويه اليوم هو اصبح عبء ايضا. اليوم ما بيغطي المبالغ المشموله بطاقات الضمان الصحي ما بتغطي الا بضعه اشهر. مو بس بالامراض المزمنه، بكافه الخدمات الطبيه اليوم حقيقه بدها اعاده دراسه وتقييم. ممكن فتح ابواب للتعاقد مع شركات الضمان، يعني ضمان التامين الصحي يكون شركات اخرى مختلفه عن الشركات القديمه بعروض افضل. المشكله ما بدي انا يعني هو موضوع كبير وشائك، من المشكله بالشركات، المشكله في بوليصه التامين. بوليصه التامين الحقيقه ما يعني والعقد ما كمبلغ ما بتغطي. نعم نعم نعم. فبدي اعاده دراسه ويني. نعم. ونحن موعودين ان شاء الله بتغطيه يعني باعاده دراسه هذا الملف كاملا، وان شاء الله بنلاقي نتيجه طيبه بهذا الموضوع. باخر دقائق معنا استاذ الكريم، نحكي عن الخدمات اللي قدمتوها حضرتكم وقدمتها المنظمه خلال العام الماضي. شكرا لك. حقيقه حاولنا خلال المرحله الماضيه ومن خلال ادراكنا للواقع المعيشي للاخوه العمال، حاولنا نوضع كاتحاد عام ونقاباته نوضع كل إمكانيات المنظمة في خدمة أخوتنا العمال. نعم. وقمنا بمجموعة من الأنشطة اللي هي فعلا انعكست يعني عم مساعدة أخوتنا العمال، إن كان موضوع الدورات التعليمية الصيفية اللي قمناها لأبناء أخوتنا العمال بالشهادة التعليم الأساسي وبالشهادة الثانوية بشقيها العلمي والأدبي. نحن بمحافظة اللاذقية طبعا فتحنا على مساحة المحافظة دورات، ويمكن شبه حدود 900 طالب من اخوتنا العمال خضعوا لدورات على نفقه الاتحاد العام لنقابات العمال. جميل. طبعا من القضايا اللي هي موضوع الدورات برنامج دعم اقتصاديات الاسره العامله اللي انطلق من محافظه اللاذقيه، طبعا هو قيام قمنا بدورات تخصصيه مهنيه ل اخوتنا العاملات او ابناء او بنات اخوتنا العمال خلال اخضاعنا لدورات تاع مجموعه من المهن اللي ممكن تساعدهم في 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 دعم اقتصادي لنفسهم دخل للاسره. نعم. العامله. نعم. وزعنا كمان ببدايه العام الدراسي قرطاسيه يمكن شملت بحدود ال 2000 عامل من عمال الاكثر حاجه، كمان بدعم الاتحاد العام لنقابات العمال. إضافة إلى أنه كرمنا أبناء العمال المتفوقين كمان بالشهادتين التعليم الأساسي والشهادة الثانوية. نعم. يعني هاي المجموعة من اللي حضرت بذاكرتي هلا. أكيد بدنا نقول لكم يعطيكم العافية. دائما هيدي المطالب نحن موضوعها عندكم، هي مطالب للعمال محقة بحاجة لدعمكم وتوصياتكم الدائمة في أمل وصولها وأبصارها للنور على أمل تحسين الوضع المعيشي للعاملين ضمن سوريا. هلا نحن اللي بدي أكد عليه وأنا إن شاء الله بنحكي الواقع، نحن كمنظمة كمنظمة كاتحاد عام لنقابات العمال يمكن ما في قضية بتجول بخاطر أو إلا ما بيتم طرحها فورا. نعم. وبجرأة وبقوة ودون أي مغاربة أمام الجهات الوصائية صاحبة القرار. نعم إن شاء الله نحن بانتظار هذا القرار. شكرا كثير لوجودك معنا بحلقتنا اليوم الأستاذ محمود أيوب نائب رئيس اتحاد عمال محافظة اللاذقية. شكرا لك. خليك. شكرا لك. شكرا لكل المشاهدين عبر شاشة قناة أوغريت ومستمعين عبر أثير أمواج اف ام. أكيد برنامج بخدمتكم مستمر معكم لحتى نكون صلة الوصل بينكم وبين المعنيين والمحاولة للوصول إلى حلول. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.